السلام عليكم. هنا في هذه الحالة، لما نسعى إلى رسم ابتسامة عريضة على وجوهنا ونحن نحترق داخليا، صدقوني إنها حالة صعبة للغاية، حالة تعرض صاحبها إلى المرض، ربما المرض الجسدي أو المرض النفسي. لا تترك نفسك لذلك الاحتراق، لا تجعل نفسك كالشمعة تذوب لأجل غيرها. لا أحد يستحق، صدقني لا أحد يستحق، لا شيء أصلا في الحياة يستحق أن تحترق لأجله. يجب أن تكون مطمئنا داخليا ومتيقنا في أن الله وحده هو الذي يستطيع أن يرفع عنك كل ابتلاء، كل هم، كل تفكير سلبي أصابك. لكن عليك بالمقابل أن تبادر إلى علاج نفسك والتخلص من تلك الأفكار السلبية والضغوطات النفسية التي تحرقك داخليا. وللنجاة من تلك الأفكار السلبية عليك تتبع خطوات رائعة. أولا، انظر إلى ذاتك واعترف أنك لست بخير. ثم انظر إلى ذاتك مرة أخرى وعلمها أن كل شيء سيكون بخير، لأننا لم نخلق لنتعذب في هذه الدنيا. الله خالقنا خلق لنا وسائل الراحة، خلق لنا وسائل الاطمئنان، فاسعى إليها لأنها لن تأتيك لوحدها. اسعى أنت بكل الطرق وكل الوسائل، اسعى للتعلم، اسعى للنجاح، لإنجاح ذاتك وتحقيق ذلك الانتصار على كل شعور سلبي يخترق قلبك ويعذبه. فلا تحترق نفسيا، لا تحترق داخليا، لأن لا شيء يستحق. هناك خطوات كثيرة أخرى سأحدثكم عنها لاحقا. دمتم أحبائي.